اليوم يمكن لقاءنا راح نعطيكم ورشة عمل خاصة بأهمية الـ Environmental Health Program وعلى وجه الخصوص لمنع العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية وبما يخص الـ طيب الـ Outlines اليوم راح نتكلم عنها راح نعطيكم Brief Introduction عن أهمية الـ Environment و significance of environmental cleaning and disinfection in preventing and avoiding a transmission of infection. The basic concept or terms معينة لازم نعرفها لما نجي نتكلم عن environmental health program. The type and selection of disinfectant or equipment اللي نحتاجها عشان نطبق the environmental health program بشكل صحيح. A cleaning methods and measures. وآخر حاجة the monitoring and feedback عشان to measure the quality of cleaning and disinfection that implemented in the healthcare facilities. طبعا احنا عارفين كلنا انه في evidence مره كثيره انه ذات انه increasing evidence that the healthcare environment is an important source of healthcare street infections. وكل المستشفيات الحاليه يمكن اكتشفنا فيها انه كثير تزيد عدد التفشيات او العدوى المرتبطه بالرعايه الصحيه سواء كان device related or non device related بسبب يكون فيها احد العوامل المؤديه لها هو وجود environmental factors. So every facility must thoroughly clean its environment in order to prevent it from developing into a reservoir. احنا ما نبغى الانفايرمنت يكون هو مصدر العدوى او reservoir for the pathogens. عشان كده بيدنا جدا نمنع كثير من حالات التفشيات لا سمح الله في المستشفيات وتقليل الكومبليكيشنز زي الموربيديتي والمورتاليتي اللي تطول من مده بقاء المريض داخل المستشفى وتؤدي الى كومبليكيشنز المريض ما دخل فيها. طيب احنا قلنا يمكن في ابحاث كثيره من ضمن هذه الابحاث كان في دراسه كانت تم تطبيقها على مالتي سنتر سووا كذا يونيفايد انهانس انفايرمنتال كليننج اند ديسانفكشن ميجرز واستخدموا فيها اجراءات معينه يونيفايد وقارنوها بين تطبيق هذه الاجراءات وبين ما في تطبيق لهذه الاجراءات علشان يشوفون كيف العدوى كيف تقل. حقيقي لقيوا ان العدوى قلت من 31% to 0.77% to 13%. شوفوا كيف الدروب العالي اللي صار في المالتي دراج ريزيستنت اورجانيزم ترانزميشن امونج الاي سي يو بيشنت في هذول السنترز اللي طبقوا فيها يونيفايد انفايرمنتال انهانس انفايرمنتال كليننج اند ديسانفكشن. نتكلم هنا عن انه استخدموا يو في لايت، استخدموا مطهرات معينه، جداول تطهير وتنظيف، متابعه لتطبيق برنامج صحه البيئه بشكل فعال عشان يشوفوا في كل هذه الاوت كم او البنفيتس اللي طلعنا من تطبيق هذه الاجراءات الموحده. الدراسه هذه تقدرون تطلعون عليها من خلال الباركود اللي موجود عندكم في السلايد بحيث ان تاخذون معلومات اكثر عنها. والدراسه اللي تمت يعني حديثا في العشرينات 20 بعد 2020 فيعني مره جدا مهمه تبين لكم قديش اهميه الانفايرمنتال في تقليل العدوى المرتبطه بالرعايه الصحيه. طيب حتى السكول الخاصه بالمكافحه العدوى ايبك مثلا ذكروا انه كثير من الاورجانيزم تقعد في الاسطح مره مده طويله عشان نحطها في عين الاعتبار احنا لازم نطبق اجراءات ومعايير الانفايرمنتال هيلث ان اوردر تو بريفنت ذوز تايب اوف مايكروبينزم. اولهم ستافيلوكوكس اوريس طبعا زي الام ار اس اي يقعد في الاسطح لاكثر من 12 شهر. تخيلوا اذا ما صار تطبيق فعال للنظافه والتطهير على الاسطح ستافيلوكوكس اوريس تقعد اكثر من 12 شهر. الانتيروكوكس اللي زي البانكومايسين او في ار اي تقعد في اكثر من 46 شهر. ايضا السيدف والسيدف يحتوي على سبور ومن هنا كمان غير السيدف يمكن في المدينه يمكن او اي مستشفى في المملكه كمان نواجه تحدي معاه حاليا او لانه عالميا اساسا يسوي لنا بيردن هو كانديدا اورس. الكانديدا اورس يقعد في السيرفس لاكثر من 5 شهور هو والسيدف لانه يحتوي على سبورز، سبورز صعبه جدا اذا استخدمنا مطهر في غير مكان وما راح يروح. طبعا من ضمن هذه الاشياء المطهرات احنا لما يصير عندنا اوت بريك تفشي لا سمح الله واحنا ما نبغى يصير نصل لمرحله يصير عندنا اوت بريك، لكن لما يصير عندنا اوت بريك لازم نتاكد كمكافحه عدوى قسم نروح للقسم نشوف ايش المطهر قاعدين يستخدمونه. حرفيا بعض الاحيان اثناء جولتنا نكتشف مثلا في الفوميجيشن ماشين يستخدمون سولوشن ما هو افكتيف اجينست السي ديف ولا ما هو افكتيف اجينست الكاندا اورس. الكاندا اورس والسي ديف او الاورجانيزم اللي فيها سبورز هذه تحتاج لها هاي ليفل ديسانفكتنت. والهاي ليفل ديسانفكتور راح نتطرق عليها الليتر عنها نتكلم عنها بحيث انه هي مطهرات معينه ما نستخدمها بشكل دائم. لكن احنا غالبا نستخدم الانترميديت ليفل، لكن في بعض الاورجانيزم نحتاج نستخدم فيها هاي ليفل عشان كذا دور مكافحه العدوى نتاكد من هذه المطهرات نعرف انهم ايش قاعدين يستخدمون اذا نبغى نوقف من هذه العدوى ونوقف من الاوت بريك.
طيب كيف الانفكشن سبريد في الانفايرمنت اذا كان كلام زي كذا؟ هنا يمكن الاكزامبل عليها اذا مريض مثلا كان انفكتد اور كورونايزد، يعني كان عنده اعراض انه هو عنده عدوى، او يمكن يكون حامل فقط للعدوى بس ما عنده اي اعراض. المريض هذا خرج من المستشفى، انتقل قسم ثاني، لا سمح الله توفى. اذا ما صار انفايرمنتال كلينيك اند انسبكشن بشكل فعال وكسرنا الشين اوف انفكشن او بريك داون الشين اوف انفكشن وما صار في تنظيف وتطهير كويس، معناته المريض اللي راح يجي بعده راح ياخذ العدوى. هذه الطريقه الدايركت. طيب ايش هي الطريقه الان دايركت؟ عن طريق الايدي حقت الممارسين الصحيين. يعني ممكن يكون التطهير والتنظيف تم بشكل صحيح، لكن الممارس الصحي ما سوى تنظيف وتطهير اليدين بشكل صحيح، عشان كذا انتقلت العدوى. يعني صح ان الرول حق الانفايرمنت كبير، بس حتى نظافه تطهير الايدي بشكل كبير. اصلا لو تربطون دائما الريت اوف هيلث كير اسوشيتد انفكشن سواء كلابسي ولا كاوتي ولا ام دي ار اوز عندكم عاليه ولا اس اس اي، وتربطونها بالكومبلاينس حق الهاند هايجين، تشوفون كيف الترابط الكبير بينهم. كل ما قل الكومبلاينس كل ما زاد الريت اوف انفكشن. كذلك الانفايرمنتال، كل ما كان سيء وما في برنامج مطبق وفعال. احنا ما نتكلم هنا عن دوكيمنت، نتكلم عن مونيتورنج لهذه البروسيس تصير صح. اذا ما صارت تصير صح راح نلقى الريت مره عالي. طيب في مفاهيم معينه او تيرمز او كونسبت في الانفايرمنت لازم نعرفها، هي انفايرمنتال كليننج اند ديسانفكشن. يمكن اول تيرم اللي هو كليننج. الكليننج احنا معناته هنا ما نستخدم اي مطهر، نستخدم ديترجنت. يعني يمكن نلقى دائما استفسار من المستشفيات، يصورون مثلا داك، يصورون ديتول، ويقولون شوفوا، يعني يرسلوا لي مثلا استاذ احلام شوفي هذا مطهر كيف دخل المستشفى. في شركات تنظيف تكون متعاقده مع المستشفى تجيب ادوات النظافه، بس الادوات المطهره لازم تكون من الوزاره. فعشان كده بغض النظر، انا ما اقول لكم هو صح اللي يستخدم، بس بغض النظر عن كليننج ديترجنت اللي يستخدمه، انا يهمني هنا الديس انفكتنت اللي تستخدم، والديس انفكتنت كلها ابروف من الوزاره. فما راح يجيب مطهر يستخدمه في الاسطح ابدا كشركه نظافه. يعني حتى لو جاب الديتول والاشياء هذه تعتبر مطهر، بس انها ما انا ما اعتبرها كمطهر لي في المستشفى، هو يعتبرها مطهر. فعشان كده بغض النظر ايش جاب، هو كشركه وفرها في المستشفى، انا مهمتي اني اجيب المطهرات المعتمده من الوزاره. مهم جدا طبعا تراجعون العقد حق النظافه وتشوفون ايش المواد المطهره فيه، واللي تختلف من مستشفى لمستشفى، بس في الاخير انت عندك سبلايز، ما ناخذها عذر، احنا في الاخير عندنا سبلايز في الوزاره ديس انفكتنت ابروف نستخدمها بغض النظر عن المطهرات اللي موجوده. فالكليننج هو اول عمليه، ما يصير اي تطهير او ديس انفكشن ويزاوت كليننج يكون بروسيدد. سو الكليننج لازم هي الفيزيكال ريموفال اوف فورين ماتيريال زي الدست زي السويل، علشان in order to perform a disinfection process effectively. طيب ايش يعني disinfection؟ disinfection يعني process that eliminates many or all pathogenic microorganisms except spores. احنا قلنا spores يحتاج لها يا high level disinfection or sterilization عشان تروح. الروتين كليننج، الروتين كليننج هو الروتين العادي اللي هو يصير بشكل يومي او كل في اليوم كم مره. فسو it's the regular cleaning and disinfection when indicated when the room is equipped to remove the organic material. يعني مريض يكون موجود داخل غرفة نحتاج روتين كليننج، نسوي الروتين frequent time. لكن التيرمينال، هنا نتكلم عن التيرمينال، التيرمينال or discharge cleaning هذا يتم بعد خروج المريض أو transfer حق المريض أو لا سمح الله وفاة المريض. includes the removal of organic materials and significant reduction and elimination of microbial contamination. التيرمينال كليننج عشان يصير لازم نستخدم تول معينه ونتاكد انه صار بطريقه صحيحه. ويمكن اليوم احنا راح نناقش بعض التقارير اللي احنا طلعناها، مثلا من اليو في لايت ماشين استخدام في المدينه، واللي كان جدا صراحه استخدام فيها جدا ضعيف حقيقي. يعني مهم جدا احنا لما نبغى نسوي تيرمينال كليننج، انا عارفه انه هذه تعتبر لكجري الاجهزه، بس طالما انه وجودها موجود نستخدمها باستخدام فعال بعد كل تيرمينال كليننج، لانه فعلا وجودها الهدف، وفعلا مره تقلل، وفي كثير ايفيدنس عليها انها تقلل المايكروبيال كونتامينيشن في السيرفيسز. طيب في شيء اسمه ديس انفكشن اللي هو العمليه نفسها، لكن ديس انفكتنت هو المطهر. سو اتس ا كيميكال كومباوند ذات ان اكتيفيت يقتل الباثوجينز اند اذر مايكروبس. كليننج از ذا فيرست ستيب، احنا ذكرنا سابقا كليننج از ذا فيرست ستيب بريور اني ديس انفكشن. طبعا مهم جدا لما نسوي كليننج اند ديسانفكشن يكون في لما نستخدم المطهر الديسانفكتنت في الكونتاكت تايم. احنا ما دام عندنا ريت عالي انفكشن نتاكد انه الكونتاكت تايم تم تطبيقه بشكل صحيح.
كيف نعرف الكونتاكت تايم اللي نلقاه في الليبل؟ اذا ما لقيناه في الليبل حق المطهر نفسه نشوف الام اس تي اس الماتيريال سيفتي داتا شيت، ورح نناقشها ليتر اون. خلالها يبين لكم المطهر كم يقعد في الاسطح. يعني هي كلها تكامليه مع بعض الخطوات. اذا ما كان في ديليوشن صح ما يصير تطهير صح، اذا ما قاعد الكونتاكت تايم بالوقت المطلوب ما راح يصير في ديس انفكشن، اذا ما صار كليننج قبل ديس انفكشن ما راح يصير ديس انفكشن ابروبريتلي. فكلها هي عوامل مع بعض تكمل البروسيس بشكل كامل. يمكن قبل شويه قلت لكم الام اس دي اس او الماتيريال سيف داتا شيت، يمكن كثير احنا مستشفيات تجينا المطهرات من التموين الطبي وما عندنا اكسس على الام اس دي اس، بس اصلا هو مفترض ما يجي اي مطهر من نبكو او من التموين الطبي الا اذا كان معاه ام اس دي اس. فايش نسوي في الحاله هذه كقسم مكافحه عدوى؟ اولا نسوي شيرنج فولدر لكل، يكون اكسسبل لكل اقسام المستشفى اللي فيها تنويم والاقسام الاخرى، بحيث انه يكون كل المطهرات المعتمده عندي داخل المستشفى فيها ام اس دي اس احطها في هذا الفولدر، عشان اي قسم يقدر يشوف الام اس دي اس، مو علشان الكونتاكت تايم وكيف الديليوشن، لا عشان لا سمح الله صار اكسبوجر للكيميكال نفسه على عينه وعلى جسمه، يصير يعرف يتعامل مع السيفتي ميجرز بشكل صحيح. فعشان كذا لازم يكون في فولدر عند قسم مكافحه العدوى في كل الام اس دي اس الخاصه بالمطهرات المعتمده داخل المنشاه. طيب احنا عندنا نوعين من الاسطح اللي هي هاي تاتش سيرفيسز وعندنا لو تاتش سيرفيسز. الهاي تاتش سيرفيسز هي اللي نحتاج لها على طول التركيز اثناء التنظيف والتطهير، زي البدريلز زي الكولبل، كل ما يحيط بالزون حق المريض يعتبر هاي تاتش سيرفيسز. لكن اللو تاتش سيرفيسز كل شيء بعيد عن الزون حق المريض ويعتبر مينيمال هاند كونتاكت، زي السيلينج السقف الاسطح، وهذه اللي ما تتنظف الا دائما غالبا في حاله ثيرمال كليننج او في حال انديكيتد صار في سبلاشز اوف فلويد اور بلاد او كان فيزيبلي سويلد. فالهاي تاتش سيرفيسز مي بي بوتنشال ريسيرفوير فور مايكروبينيزم، وكثير من الاوت بريك كان مصدرها الهاي تاتش سيرفيسز، في سواء كان المونيتور او الاي في بامب او البيد نفسه حق المريض او البيد سايدز، كل الاشياء اللي حوالين المريض تكون ريسيرفوير فور ذا مايكروبينيزم. هذه الصورة يبين لكم الأرز إيش الهاي تاتش سيرفيسز واللو تاتش سيرفيسز. طيب يمكن أبغى أسألكم أنا هنا الكيرتنز، المايكات أبغى تفتحون أنتم عاد تجاوبون على السؤال ده، الكيرتنز أو الستائر تعتبر هاي تاتش ولا لو تاتش سيرفيسز؟ what do you think؟ شباب الكيرتنز تعتبر هاي تاتش سيرفيسز ولا لو تاتش سيرفيسز؟ هاي تاتش. ممتاز، تعتبر هاي تاتش فعلا. فعشان كذا يمكن كثير نسمع في المنشآت الصحية حاليا في فابريك قماش وفي ديسبوزبل كيرتن. طبعا احنا نبغى الديسبوزبل يعني يكون افضل، بس هو ما يمنع نستخدم الفابريك لانه في كثير شركات مصنعه الكيرتن تقول لك انا عندي انتي مايكروبيال كاركترستيك في الكيرتن. اي شيء في المنتجات يقول لك انا عندي انتي مايكروبيال هذا اعرف انه غلط، ما هو علمي، ما هو بني على اساس علمي ابدا. هو صح كويس ديسبوزبل سهل يترمي، لكن ابدا ما يمنع العدوى مستحيل. فعشان كذا ما نغفل عن تغييرها بشكل، لازم يكون سكيدجول بيز على مانيفاكتشر انستراكشن حق الشركه المصنعه، او اذا كان فيزيبلي سويلد او كان مريض مرض معدي فلازم نرميها بعد ما يخرج المريض. عشان كذا تعتبر هاي تاتش سيرفيسز ولازم نحطها في عين الاعتبار انه يصير لها تغيير او جدول مغير التغييرات. ودائما عاده ديسبوزبل يكون فيها ستيكر فوق فيها تاريخ الانستليشن، فعشان كذا راح اعرف على حسب البوليسي الداخليه عندي في المستشفى متى اغيرها. طيب ايش هي انواع وكيف يكون السلكشن اختياري للمطهرات والسبلايز والاكويبمنت الخاصه بالانفايرمنتال كليننج اند ديسانفكشن؟ طبعا المطهرات تنقسم الى هاي ليفل وميد ليفل او مودريت ليفل ديسانفكشن ولو ليفل ديسانفكشن. كل ما نزل تحت كل ما كان تغطيته للاورجانيزم تكون جدا يعني ما تقتل الاورجانيزم كثيره. يعني مثلا لو جينا تكلمنا عن سبورز لازم يعتبر لها هاي ليفل ديسانفكشن، عشان كذا بكتيريا سبور سي ديف، الكانديدا جدا خطير. حرفيا الكانديدا من الاشياء الصعبه تسوي لها ايراديكيشن بس ما هي مستحيله. عشان كذا نستخدم معاها يونيفايد انهانس كليننج اند ديسانفكشن اكتيفيتيز عشان نقدر نقضي عليها. المودريت ليفل
كثير تغطي البكتيريال والفانجوسايدل او بكتيريوسايدل وفيروسايدل. في اللو ليفل لا، عاده تغطي زي الانفلوب فيروسز، تعتبر جدا ضعيفه، وحتى كوفيد 19 يعتبر اللو ليفل يقدر يقضي عليها. هنا في الجدول هذا يمكن يبين لكم كيف كان كل ما كان الليفل اوف ديسانفكشن ايش يغطي او ايش يمكن يكون افكاسي عليه. فاذا كان هاي راح يغطي البكتيريا، راح يغطي السبورز، راح يغطي الفيروسز والفنجاي، وهكذا الانترميديت ما راح يقدر على السبوروسايدل، واللو ما راح يقدر على بكتيريال تيوبركلوسيس، ومن ناحيه السبورز ما يقدر عليها لكن يقدر يغطي الجهات الاخرى. تقولي ليش طب ما نستخدم دائما هاي ليفل ما دام زي كذا؟ لانها كوريسيف على الاسطح، لان الاجهزه احيانا تخرب اذا استخدمنا هاي ليفل، فعشان كذا نستخدمها بيز على النيد او الانديكيشن على حسب الاورجانيزم. يمكن هنا امثله عليها، لو جينا مثلا الهيدروجين بروكسايد مثلا يعتبر في المودريت ليفل ويعتبر في الهاي ليفل، 3% هيدروجين بروكسايد يعتبر مودريت، لكن من 4 ل 5 عشان كذا في الكاندا اورس نحتاج 5 او 6%، وفي موجود ترى في التموين الطبي على فكره. ويمكن اذا ما جاكم عن طريق السبلايز العاديه في دايركت بورشيز اذا كانت عندكم فوميجيشن ماشين معينه، لانه كل الطلبات حقت الشراء مباشر ترجع لنا كجهه فنيه ونقبلها، بس اهم شيء نشوف طلبات الشراء مباشر وباذن الله توصلكم. لما نيجي نتكلم عن الديس انفكتنت لازم نحط في عين الاعتبار شيء اسمه اي بي اي. الاي بي اي لازم يكون في ابروفل الاي بي اي فور اي مطهر للاسطح، لكن مطهرات الجلد انتيسيبتيك حتى الجلد، وهذا ممكن مو موضوعنا اليوم، هذا يحتاج لها اف دي اي ابروفل. هذا الفرق بين الانتيسيبتيك سكين انتيسيبتيك والانفايرمنتال ديس انفكتنت، فهذا يحتاج له اي بي اي وهذاك يحتاج له اف دي اي. الاي بي اي لو ادخل انا باي ريجستريشن نمبر القاه في اخر صوره، يمكن اوريكم اياها بعد السلايد الجايه ان شاء الله في نيكست سلايد، انه كيف نطلع الريجستريشن وندور عليه في الاي بي اي ونشوف ابروفد ولا اذا نبغى نقيم اي منتج كشراء مباشر. يمكن احنا عندنا دليل خاص بالمواصفات الخاصه بالمطهرات، اذا عندنا نحتاج مطهر عادي محدد على اساسه انا اشوف هل مطابق لهذه المواصفات او لا. مره مهم يكون مطهر كومباتيبل وذ سيرفيسز، يمكن هذه نشوفها مع الكاردييك مونيتورز، مع الانكيوبيتورز، مع الفنتيليتورز، هذه اشياء يحتاج لها مطهر كومباتيبل معه عشان ما يخرب بيست على المانيفاكتشر انستركشن، سواء كان اللي ايش النوع المطهر نحتاجه لهذا الجهاز. عشان كذا ما في مطهر انه يقدر كلهم يستخدم مع كل شيء، لازم نعرف الاجهزه حقتنا وايش المطهر. وانصح بشده انه ما يتم استخدام عده مطهرات، لان اول شيء راح تخربط عمال النظافه وراح تسوي ريزيستنس في المايكرو اورجانيزم. ما نستخدم فاريتي كثيره، استخدم لها انواع محدده معروفه وخلاص تكون هي كومباتيبل مع most of the surfaces و effective against any microorganism. طبعا لازم تكون زي ما قلنا الام اس دي اس موجود، ولازم تكون للاستخدام المنشآت الصحيه وليس المنازل. طيب الهاوس كيبنج دائما احنا نقول مين دوره، ايش دور الممرضه وايش دور الهاوس كيبنج. احنا دائما نقول حسب السياسه الداخليه في المستشفى وموافقه الكوميتي، لكن في الغالب في الايفيدنس او في الايبك على وجه التحديد في هذا الشابتر كانوا ذاكرين انه الهاوس كيبنج ستاف ريسبونسبل فور يطهر وينظف الاشياء اللوتر سيرفيسز، لكن اشياء الهايتر سيرفيسز اللي هي حوالين المريض تنظفها الممرضه بحكم ان هي تكون اكثر درايه وعلما وفهما في المواد المستخدمه المطهره. مره مهم يكون في اوكيبيشنال سيفتي كونسيدريشن خاصه بعماله النظافه، ما نعتمد انه عماله النظافه يكون عندهم بي بي اي من الشركه، ممكن احتمال كبير ان يستخدموا السبلايز حق المستشفى. يتم تدريبهم دائما نستخدم العماله الموست اكسبيرت في الكريتيكال اريا زي الاي سي يو، لازم يكون فيكس هناك ما يتغيرون. وكمان بالنسبه للبكسل وخاصه للفيت تيست ان 95 نسوي للعماله النظافه اللي يستخدمون غرف اللي يدخلون على غرف مرضى اندر اير بون ايزوليشن بريكوشن. يمكن كثير احنا مننا كمكافحه عدوى شفنا زمان لما نجي عند المعيار الخاص بالسبورتيف سيرفيسز هيلث كير ووكرز عمالة النظافه نشوف الجدول حق التطعيمات خاص فيهم يجي من الشركه، بس لازم نحط في عين الاعتبار ان في بعض الفاكسينيشن ما ياخذونها. مهم جدا نتفق مع اداره المستشفى من ناحيه الكوميتي، من ناحيه الخطوره لما ليس التفشي لا سمح الله،
إنه إحنا نعطيهم cover all the vaccination required for them in order to avoid the transmission of infection. والإكسبوجر كمان نعلمهم كيف يتعاملون مع الإكسبوجر سواء needle stick ولا splashes ولا ولا صار له أي signs symptoms بعد دخوله على مريض. كل هذه الأشياء لازم نحط يكون فاهمها عامل النظافة بحيث إنه هو يعرف يتواصل مع مين ويكون ال common ال channel of communication واضحة له. طيب إيش هي أدوات نستخدمها للتنظيف والتطهير؟ دائما إحنا نستخدم ترول نيل فيها ثلاثة containers هي تكون best، لكن إذا كان في اثنين it's okay. ليش نستخدم ثلاثة؟ What do you think؟ إيش رأيكم؟ ليش نستخدم ثلاثة كونتينر؟ ها شباب، مستشفى الملك فهد، إيش رأيكم؟ خلاص ينبع جاوبوني قبل. مستشفى الملك فهد، ليه لا؟ ليش لازم؟ ليش عادة يفضل استخدام الثري كونتينرز بترولي؟ ها شباب، ملك فهد ما في جواب؟ المدينة العام؟ نعم، تفضل. اي نعم، واحد يكون للمطهرات والثاني يكون للووتر كليننج والثالث يكون للسكويز الموبس. ممتاز جدا، واحد الديترجنت والديسانفكتنت واحد الووتر عشان يسوي بينها الموب يستخدمها. ممتاز جدا، ففعلا مهم جدا هذا الشيء نحطه بعين الاعتبار. وكمان دائما نفهم عمالة النظافة انه ما يحطون الاكل والاشياء البيرسونال خاصة فيهم داخل هذه التروليات، لانه للاسف يصير مصدر للعدوى. مهم جدا نتابع الكونتاكت تايم ونشوفهم، يعني عشان كذا ودي صراحة انه مرة في حالة اوت بريك اذا في وجود اوت بريك لازم الانفايرمنت كلينينج اند ديسانفكشن تشرفون عليه انتم بمكافة العدوى في الاقسام مع اقسام المستشفى اللي فيها اوت بريك، بحيث انه توقفون على راس عامل النظافه تعرفون كيف يسوي نظافه، لانه ترى ميلي دائما يكون من الانفايرمنت. فضروري جدا كل هذه الاشياء عشان تقضون على الاوت بريك وترتاحون، وعشان المرضى حبايبي ما يصير لهم شيء. عشان كذا ضروري جدا انه انفايرمنت كلينينج اند ديسانفكشن اوبزيرفد اند مونيتور مره ستريكتلي باي انفكشن كنترول ديورينج اوت بريك. يمكن بعض الادوات اللي تستخدم من قبل عماله النظافه، طبعا تستخدم على حسب الحاجه، مو كلها دائما نلبس فول بي بي اي، على حسب الميثود او الكليننج ريكوايرد اكتيفيتيز نلبس على اساسها البي بي اي. طبعا اليوتيليتي روم احنا عارفين كل لازم تكون فنتليتد ويل، لازم فيها بايو هازارد ساين، لازم فيها هاند واشنج سينك، لازم يكون فيها سينك يوتيليتي سينك خاصه ب، عشان كده دائما طالبوا بالدسبنسر الخاص بالمطهرات اللي جوا اليوتيليتي روم، اللي ما يحتاج انه نفهم مثلا عامل نظافه اخلط كوبين مدري ايش مطهر مع، لا خلاص في ديسبنسر جاهز في الجدار، وغالبا ترى الديسبنسر هذا يجي فري اوف شارج، يعني يطلبوا التموين، ترى التموين ما يعرف اللي كنتوا فاهمين، التموين لما نجيب مطهر على القسم او يدخل على الاقسام قولوا له التموين يجي معاه ديسبنسر مجاني نبغاه يتركب في اليوتيليتي روم. الديسبنسر خلاص يعني يريح عامل نظافه ويضمن لك انت انه صار الديليوشن بشكل صحيح للاشياء اللي يحتاج لها ديليوشن او تكون ريدي تو يوز على طول مطهرات. لازم يكون في اكسس للاي ووش، طبعا اي ووش محتاج يكون نقول لا كسروا وركبوا اي ووش ستيشن، هو مره بيست لكن مو شرط، البورتابل كان بي. ولازم يكون في بي بي اي افيلبل لعماله النظافه. طيب احنا قلنا في البدايه انه في انواع للتنظيف، في روتين في تيرمينال وفي بايولوجيكال، صحيح؟ طيب الروتين احنا قلنا يختلف الفريكوانسي اللي هي مرات تنظيف على حسب الريسك اريا، يعني مثلا الاو ار الاي ار الاي سي يعتبر هاي ريسك اريا، ففريكوانسي حق الكلينيك في الاريا هذا يكون اعلى من الفريكوانسي في المودريت ريسك اريا وفي اللو ريسك اريا. يعني في الريسك اريا عدد مرات تنظيف المفروض يكون كلين افتر ايتش كيس او ايفنت او بروسيجر، بروسيجر كثيره تصير داخل الغرفه في الاي سي يو مثلا اور وين ريكوايرد، لكن المودريت لا كلين اتليست وانس ديلي اور وين ريكوايرد، لكن اللو ريسك clean according to the fixed schedule and also when required. لكن جدا مهم ان نخلي fixed عامل نظافة مدرب واكثر خبرة في اقسام الهاي ريسك اريا، اللي عارف باستخدام الادوات بشكل صحيح، عارف المب متى تتغير. يعني حتى لو عندكم حالات حين ام دي ار اوز مثلا، خلوا المب fixed الغرفة، رقموها غرفة اي سي يو رقم 10، خلاص المب 10 معلقة،
معروفة عشان بحيث انه تكون الماب هذه خاصة للمريض هذا وخلاص لما يخرج ترمي زي الميكانيكال فنتليتور لما يكون فيها سيريال نمبر من ورا. ليش نحط له ليش نكلم الصيانة نخليهم يحطوا سيريال نمبر للفنتليتور ورا عشان ما نبغى العدوى حقت النمونيا او الفنتليتور اسوشيتد نمونيا او انه كليبسيلا نمونيا اي نوع من الاورجانيزم انتقل عن طريق الفنتليتور يصير فيكس لهذا المريض بحيث نحن نمنع العدوى تصاب للمرضى الاخرين. فهذه كلها اشياء الرومينج اراوند الاكويبمنت والماشينز يمكن تؤدي الى عدوى. كيف دائما ننظف او يصير عمليه تنظيف وتطهير؟ اول شيء لازم نسوي فيجوال اسسمنت، شوف الوضع، شوف الاريا كيف وضعها، بعدين نبدا من الكلينر تو ديرتير. واحنا نشوف عامل نظافه، احنا ما راح ننظف نفسنا بس لازم نشوف عامل نظافه كيف ينظف. كلينر تو ديرتير يعني من الزون البعيد عن المريض الى الزون الداخل المريض، ودائما يبدا من مثلا للهاي لللو او توب تو بوتن او انه يكون في سيستماتيك مانر. اهم شيء ما يكون هاب هازارد، لازم يكون بطريقه منظمه زي ما احنا شايفين مع عقارب الساعه بطريقه زجزاج بحيث تكون طريقه منظمه من كلين تو ذا ديرتي. مهم جدا انه زي ما ذكرنا سابقا استخدام البي بي اي، كيف عمليه العمل النظافه يستخدم المبز. المبز لما تكون كلر كود تريحهم، الايزوليشن مريض لونه مثلا احمر او اصفر، مثلا الريجولر يكون لونه اخضر، تكون كلر كود بحيث انه هو يعرف عامل النظافه الاخير. عندنا كثير بارير معاه نعلمه، عشان كذا الصور والالوان تكون جدا اسهل لنا. وزي ما ذكرت لكم سابقا خلوا فيكست الماب لغرفه المريض اللي عنده ام دي ار اوز عشان لما يصير ديسشارج ديسكاردد ايميديتلي. لازم يكون في عندنا تول خاصه شكل كليننج وديسانفكشن مذكور فيها اسم عامل النظافه، ايش المواد اللي استخدمها، الساعه، التاريخ، الغرفه، بحيث انه تقدرون تتابعونها. لانه في الاخير لو صوت شك وبدون اي متابعه منكم يصير فقدنا جزئية النظافة والتطهير، ويصير العدوى ما تخرج من المستشفى وتطول جدا تراب طويلة. يمكن هذه حقت تشيرمان كليننج شيك ليست احنا حاطينها في الدليل الخاص واخذناها من سي دي سي وموجودة في الدليل الخاص بالانفايرمنتال بحيث تقدرون تستخدمونها. تمشون خطوة بخطوة ان سيستماتيك واي عشان نتأكد ان كل السيرفيسز في الغرفة او السبوتس تم تنظيفها بشكل صحيح. طيب ليش عند موضوع flowers plants بما نحن نتكلم عن environment، هل هو مسموح لها انها تكون في المناطق عند المرضى؟ what do you think؟ ها ايش رايك؟ flower مسموح فيها في البيشنت اريا؟ لا مو مسموح، غير مسموح بها. صحيح. كل المرضى طبعا الاميونو كومبرمايز بيشنت والترانسبلانت والكلام ده المفروض ما يكون في فلاورز. صحيح صحيح، الاميونو كومبرمايز المفروض ما نخلي عندهم، لكن المرضى عاديين عادي، لانه كل المراجع الخاصه بالانفكشن كنترول الايبك السي دي سي المراجع الاخرى اليوروبيان كل ذاكرين انه فلاور بلانتس تحسن من نفسيهم. دائما يطلعون في الابحاث من جوانب كلها، ما يطلعون من جانب مكافحه عدوى، ولا احنا دائما متحيزين كمكافحه عدوى نقول لا، لكن هو للمرضى العاديين نعم مسموح فيها بشروط معينه، لكن مرضى الاميونو كومبرومايز والكريتيكال كير يونتس ممنوع منعا باتا، زي البيرن، زي الاي سي يو، زي الاميونو كومبرومايز الاونكولوجي، هذول ممنوع منعا باتا يكون عندهم بلانتس اور فلاورز. مين هم المرضى هذول اللي ممنوع دائما ناكد على مره منع تامه؟ اللي هي موديل سبيشنت، البيرن، البيشنت في الاي سي يو بمختلف مسمياته، اي سي يو ادلت، سيرجيكال، سي سي يو، بيدياتريك، نيكو. المرضى اللي عندهم اورجان ترانسبلانت او انه ياخذون كيموثيرابي او انهم عندهم مرض نقص مناعه، فهذول المرضى يمنع منعا باتا وجود البلانتس والفلاورز داخل غرفهم. المرضى العاديين لازم نهتم انه البوتل نفسها او الجار تتم تنظيفها عن طريق، دائما ما نبغى المرضى هي تنظف، نبغى نخلي احسن يكون عامل نظافه، لانه ما نبغى المرضى تصير كولونايز باي اني اورجانيزم. ودائما دائما عاده يعني نحاول قد ما نقدر نقلل من وجودها داخل الغرفه. البيست كنترول مره مهم يكون في عقد داخل المستشفى يمنع وجود البيست، وهذا العقد لازم يكون يتم تطبيقه ويتم الرش مثلا بمعرفة مكافحة العدوى وبجدولة يعرفها مكافحة العدوى، وخاصة نتكلم عن أجسام صحة البيئة تكون مفصولة عن مكافحة العدوى داخل المستشفيات، لازم تكون علاقتكم فيهم قوية بحيث تعرفون البيست كنترول سكيدجول فين يتم ومتى يتم، وهل بيزد على البوليسي انتم حاطينها ولا لا.
طيب احنا كيف نقيم المونيتورنج اند فيدباك للكليننج اند ديسانفكشن لعمليات النظافه والتطهير داخل المستشفيات؟ يعني انا الحين لو بروح اوديتنج، انا مثلا قسم مكافحه عدوى بروح اوديتنج الاي سي يو، ابغى اشوف عمليه تنظيف التطهير، ممكن اشوفه بعده اشكال او بطرق. اول شيء عن طريق الفيجوال اسسمنت، هذا فيجوال اسسمنت يعني انا ادخل غرفه واشوفها نظيفه ولا ما هي نظيفه، منديل باي حاجه، او يمكن انفايرمنتال كليننج بيرفورمانس اوبزرفيشن، يعني عامل نظافه قاعد ينظف انا اشوفه، اشوف كيف ينظف، او عن طريق انفايرمنتال ماركينج، معناته في ماركينج محين معين نجيبه نستخدمه، بعدين بعدها نجيب الترا فايولت ايجنت بحيث نشوف الماركر هل موجود او لا. يعني احنا نسوي الماركر ونترك الغرفه، ما نقول عامل نظافه شيء، بعدين بعد ما يخلص عامل نظافه نروح نشيك مره ثانيه باللايت ونشوف هل موجود الماركينج ولا هل تم تغطيته او لا. واخر حاجه بطريقه الاي تي بي اللي هو ادينوسين ترايفوسفيت، وهذا زي جهاز زي جلوكوميتر حق السكر، ياخذون مسحه من الـ زي الشريحه، ياخذون منها مسحه ويحطوها في الجهاز ويطلع لود حق الاي تي بي موجود ولا لا. الاي تي بي هو انزيم موجود في الخلايا الحيه موجوده على سطحها، بحيث انه يبين انه والله في خلايا حيه في السيرفس ما تم تنظيفها. كل ميثود لها ادفانتج وديس ادفانتج، ما نقول كل شيء كويس، لكن تخيلوا بابسطها الفيجوال اسسمنت نقدر نسوي مونيتورنج للكواليتي اوف كليننج اند ديسانفكشن. عشان كده ضروري يكون عندنا ولازم ننتبه لها، خاصه في وقت الاوت بريك. ومره لما نشوف تقارير الاوت بريك اللي هو الاوماب ذاكرين فيها اضافه، يعني ما مشيوا على حق الوزاره بس لا اضافوا انهم سووا كواليتي مونيتورنج، مره صراحه اعجب بمثل هذه التقارير اللي اتمنى اشوفها في المستقبل. ما شاء الله في المدينه في كوادر مره كثير مؤهله وسوبر يعني حرفيا اورينتد ونوليدجبل اباوت اول ذا ميجرز ان ريجارد اوف انفكشن بريفنشن اند كنترول. في الاخير السبل مانجمنت او بايولوجيكال سبل، يمكن بيكسل اساسيات بيكسل اوريدي كل المستشفيات تعرفها، وانا ما اخاف منها لانه كثير ناس في المستشفيات عارفينها وحافظينها عن ظهر قلب وطريقه استخدامها. وهنا في بوستر عن طريقه استخدامها بالستبس، بحيث نحطها لاي قسم يكون عنده الخطوات الخاصه بالديلينج وذ بايولوجيكال سبل. ليش عندي انفايرمنتال سامبلينج؟ ويمكن كثير يتكلم دائما يحبوها الناس يسووها وقت، وخاصه غير مختصين مكافحه عدوى. صراحة الانفايرمنتال سامبلينج نوت ريكومندد الا اذا كنت عارفين انه هو المصدر حقها، يعني يمكن ضمن الاسئله اللي جاتنا مره في الريجنال انه الكاندا اورس مثلا الهيلث كير ووكرز نسوي لهم ولا، وقلنا لهم وقتها نوت ريكومندد. اذا انا متاكده انه الهيلث كير ووكر هو المصدر اسوي له، اذا انا ما متاكده ما اسوي، لانه في الاخير بتسوي في الهاندز والهاندز نوت ريكومندد هي اكزيلري او بعض الاورجانيزم يحتاج لها ريكتال سواب، فما راح اقدر اخذها من ستاف، لكن الهاندز معليش راح ينظف يده وياخذها، يعني راح يطلع لي نيجاتيف وممكن هو يكون مصدر. عشان كده دائما اتاكد انه السورس اوف انفكشن وعلى اساسه ناخذ انفايرمنتال سامبلينج. لكن في عندنا في الكومباوند سيرال بريبريشن اللي هي في الصيدليه ترى يمكن يطلبون يسوون انفايرمنتال سامبل افري 2 ويكس، وجاني استفسارات كثير عنها. ترى اتس اوكي، احنا مكافحه عدوى نوت ريكومندد، لكن الامريكان الخاص بالفارماسيوتيكال ريكومنديشن خاصه بالجايد لاينز حقتهم بروتوكولز عندهم يسوون ريكومندينج ذات، فهي ديفرنت سكولز ديفرنت ريكومنديشنز، بس ما نمنعها في الكومباوند سيرال لانه اذا كان يبغى يسويها اتس اوكي يسويها ويكون لها سياسه خاصه فيهم. لكن في المجمل الاوت بريك انفايرمنتال سامبل نوت ريكومندد الا اذا احنا متاكدين في ريكومنديشن من الكوميتي، في متاكدين من السورس نسوي على اساسها انفايرمنتال سامبلينج. وتذكر دائما انه الانفايرمنتال كلينك تعتبر ستاندرد بريكوشن، تخيلوا يعني اصلا شيء احنا نسويه بشكل يومي مع كل المرضى بغض النظر عن الانفكتيفيتي ستاتوس اوف ذات بيشنت. الكونكلوجن انه فعلا الهيلث كير انفايرمنت كونتينز ا دايفيرس بوبوليشن اوف مايكروبينزم، وكان ممكن يكون كبير مصدر العدوى في المنشآت الصحيه ومصدر التفشيات. عشان كده مهم جدا يكون كولابوريشن بين الانفايرمنتال سيرفيس اللي كان مفصول عن انفكشن كنترول مع الديبارتمنتس مع النيرسز، كلهم يكونون اورينتد اباوت اهميه الانفايرمنتال كليننج اند ديسانفكشن ان اوردر تو بريفنت ذا اوت بريك. انا كده خلصت يمكن الورك شوب، هذه كلها مصادر استخدمتها اليوم في السيشن، واذا في اي سؤال احنا تحت امركم، سواء اليوم في السيشن بعد السيشن، ايميل اتصال واتساب تحت امركم اي وقت. شكرا لكم.